أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة بمناسبة انطلاقة دور سموه للمراكز الشبابية والأندية الوطنية ولذوي العزيمة والفتيات والوزارات والجاليات لكرة قدم الصلاة. أكد أن هذا الدوري يأتي في إطار المبادرات الرامية إلى إثراء الواقع الشبابي والرياضي في المملكة، وقال سموه: يأتي إقامة دورينا لكرة قدم الصلاة في نسخته السادسة تحت شعار ملتقى الأجيال، منسجما تماما مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تشكيل ملتقيات وطنية كبيرة لدعم القطاع الشبابي والرياضي في المملكة وتسخير كافة الإمكانيات من أجل إكساب الشباب البحريني المزيد من المهارات وتنمية القدرات في مختلف المجالات. كما أن هذا الدوري يأتي تأكيدا لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب ومنحهم المساحة الكافية للإبداع والتميز. وكان حفل افتتاح الدوري قد أقيم على صالة مدينة خليفة الرياضية، وشهد حضور رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة الخليفة والشيخ زياد بن فيصل الخليفة نائب رئيس شركة فيفا للاتصالات، والشيخ محمد بن دعي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة. وتابع سموه قائلا: إن قطار دورينا مر بالعديد من المحطات التطويرية المتميزة وضم العديد من الفئات المجتمعية لهذا الدوري خلال توقفه في تلك المحطات، والتي جعلت منه واحدا من أهم مبادراتنا الرياضية والإنسانية التي تقدم للشباب البحريني في مجال كرة القدم داخل الصلاة. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: لقد وضعنا منذ انطلاقة الدوري أهدافا وقيما ورسالات نبيلة نسعى للوصول إليها، وهي تتوافق مع رؤية وسياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، والرامية إلى الارتقاء بمسيرة الشباب البحريني. وشدد سموه على أن الدوري يعتبر مكانا مناسبا لاستثمار أوقات الشباب في فترة النشاط الصيفي وملء الفراغ لديهم بالبرامج المتميزة التي تساهم في تنمية مهاراتهم وغرس روح التعاون. وأشار سموه قائلا: إننا وجدنا في الدوري مبادرة مميزة تجاه الشباب البحريني، وحرصنا على دعمه وإقامته بصورة سنوية ودائما. وأضاف سموه: إننا ننظر إلى دورينا في عامه السادس بعين من التفاؤل باعتباره إضافة نوعية بتطوير اللعبة وانتشارها أيضا، ورفد الأندية والمنتخبات الوطنية بالعناصر الموهوبة التي تبرز في الحدث. وبين سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائلا: لقد حرصنا في الدوري على إبراز إمكانيات الشباب البحريني بصورة فاعلة ومنحه الثقة الكاملة في الإعداد والتنظيم. وأشار سموه أن بناء الوطن الحديث والمحافظة على إنجازاته الحضارية لا يتم إلا بتلاقي الأجيال من مختلف الأعمار والاستفادة الواضحة من روح الشباب وهمتهم وعملهم وإحساسهم بالمسؤولية. وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جميع الجهود التي تبذل من أجل إنجاح الدوري، وقال سموه: نثمن ونقدر عاليا دور وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر والشركات الراعية وجميع اللجان العاملة التي بذلت جهودا كبيرة لإطلاق النسخة السادسة من الدوري.
تحقيق مبادئ الأخوة والتلاقي ومد جسور التعاون بين جميع فئات المجتمع وسط أجواء مثالية تنمى المهارات فيها وتصقل المواهب، هي رسالة خطها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي يشيد هذه المبادرة للعام السادس على التوالي تحت شعار ملتقى الأجيال، هذا الذي يضم أكثر من 1600 مشارك من شرائح متنوعة كالمراكز الشبابية والأندية الوطنية ومنتسبي الوزارات، فضلا عن احتضان ذوي العزيمة والجاليات والفتيات. ما وصلت إليها الآن في النسخة السادسة شيء يبشر بخير ويبين أن هناك نظرة ثاقبة من قبل راعي هذا الدوري سمو الشيخ خالد بن حمد، ونظرته لم شمل المجتمع البحريني منهم ذوي العزم منهم المراكز الشبابية عنصر النسائي موجود كذلك، فهي كل المحاور المهمة التي تشمل مجتمعنا البحريني خاصة في هذه الأوقات ستشارك في هذه البطولة. طبعا نتمنى للجميع التوفيق في هذه المشاركة. مالتنا هاي فرحة عودة حق البحرين وحق شباب البحرين، وتبني طموح ذوي العزيمة، خاصة أن شفنا الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية، فقاعدة تكبر وقاعدة تحفز اللاعبين على المشاركة. 83 فريقا يخوضون منافسة كرة الصالات هذه في ظل تنظيم متواصل سنوي من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة ومتابعة من عدة جهات معنية ولجان مختصة وبدعم من مختلف المؤسسات. هناك طبعا لواح لهذا الدوري، بالنسبة للواح خلنا نتكلم عن أهم الأمور اللي موجود في اللائحة. طبعا لازم أن هناك يكون طبعا اللاعبين المشاركين من نفس منطقة المركز أو النادي بالنسبة للمراكز أو الأندية، وسمحنا لهم أن أيضا يعني يكون يسجلون لاعب واحد فقط من المناطق التي تخلو من وجود نادي أو مركز شبابي، أي طبعا لتحت الفرصة أن كل شباب البحرين يشارك حتى اللي ما يتواجد عنده مركز شبابي. أيضا سمحنا لهم هناك بعض المقيمين موجودين، طبعا تعرف مبادرة سمو الشيخ خالد دائما تشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية، فسمحنا أيضا لكل فريق أن يسجل أيضا لاعب من منطقته غير بحريني. هدفنا أهدافنا أن احنا اقتصادي طبعا نعطي الشباب الفرصة هذه على أساس أن يندمجون في المجتمع، وتلمسنا أمانة نتائج إيجابية من المشاركات السابقة. حضور متنوع وروابط تشجيعية أتوا يوم الافتتاح، ضيوف جاءوا ليشهدوا على هذا المهرجان الرياضي ذي الصبغة الاجتماعية. بارك لكم في هذا النجاح الكبير والتنظيم العالي والدقيق، وأيضا عبركم أقدم الشكر إلى صاحب الفكرة اللي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي تحت رعايته تم هذا المهرجان الرياضي الواسع والكبير. اليوم يتسع قطاع الشباب، قطاع النساء، ذوي العزيمة، فيعني الحمد لله أن هناك نظرة مستقبلية حق الفئات هذه بجميع تصنيفاته. اشكر سمو الشيخ خالد على هذه المبادرة الطيبة والمثمرة، وعلى كلمة ذوي العزيمة هي تعطي حافز وتخلي المحفزين من ذوي العزيمة ان يقدمون الى الامام ويكونون فعالين في المجتمع ويكونون اصحاب انجازات مثل ما عاهدناهم، واحنا دائما سباقين في الانجازات سواء كانت محلية او دولية او عالمية. نظرة ثاقبة تتسع في كل عام، هكذا يسير قطار مبادرات سموه بعزيمة لا ترجو سوى البناء والنماء. قص الشريط واتضحت ملامح نسخة جاءت بحلة جديدة تروي معالمها حكاية تجسد فكرة احتضان هذه الجموع من الأجيال بمختلف فئاتهم وأجناسهم. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.